هذا الفيديو على بطارية 17 ونص كوني حاليا بالسوق هي تعتبر جديدة 15 الشركات يعني كيف بيفكروا يعني خلال هيدا الكبل على التكنيك او عم بحكي لك جد والله لا سامحني اذا اكثر من 50 دولار اخذ الزبون 15 طلعت عنا شي 3 بط. مرحبا يعطيكم العافية كيفكم ان شاء الله تمام. هلا حاليا الفيديو بس عبارة عن ان البطارية 17 ونص فيليستي هي مع انفرتر كمان فيليستي. السبب اني ما بيقروا كوميونيكيشن بين بعض يعني من خلال كابل البي ام اس تمام. بدي اشوف هيدي الشركه كيف عم بتفكر يعني انه بيطلعوا بطاريه من عندهم مش اول بطاريه هيدي صار تقريبا شيء رابع بطاريه بتصير معنا. حبيت اسوي الفيديو حبيت اعمل هذا الفيديو على بطاريه 17 ونص كون البطاريه 17 ونص هي جديده يعني محطوطه بال هيدي هي البطاريه يعني حاليا بالسوق هي تعتبر جديده 15 طلعت عنا شي 3 بطاريات قلنا اوكي ما في مشكله 15 بس 17 ونص بعدها جديده فانا حابب هيك اشوف هالشركه يعني كيف بيفكروا يعني شو هي التفكير اللي كانوا عم يفكروا فيها تمام. هذه البطاريه 17 ونص هي وهيدي كل التفاصيل تبعتها 17 ونص اوكي والله مش بالشركه يعني نحن عم نركب منها ما في اي مشكله بس هيدا الفيديو بس عبارة للزبون مش للتكنيك هو للزبون. كيف يعني للزبون؟ ما حدا يفهم الموضوع غلط. هي عبارة عن الزبون انه انت مثلا تخيل شاري بطارية وكابل الكوميونيكيشن اللي هو هيدا اللي بيعطي معلومات الخلايا اللي موجودة بقلبها قديش البرسنتج فيها 100% خلال هيدا الكابل. هيدا الكابل بنوصل بينه وبين الانفرتر يعني لهيدي الشاشة اوكي هيدا الكابل بنوصل على ميلة بي ام اس. الشركة بتعطيك كابل محطوط ميلة بطارية وميلة انفرتر تمام. هيدي ميلة البطارية وميلة الانفرتر هي واحد اثنين هي انفرتر. فهيدا الكابل ما بيشتغل مع الانفرترات يعني بس يكون معلومك بس انه هيدا الكابل ما بيشتغل مع الانفرترات. هيدا اللي بيعطوك اياه ما بيشتغل. هيدا بيشتغل مع جروات داي بيشتغل بس ككابل الكوميونيكيشن بين الفيليسيتي بده واحد ار جي يعني مو خاصه بس انه هي كلها تكون مكبسه هيك مع بعض يعني الارقام كلها تكون مكبسه مع بعض اوكي. كابل كات 6 بجيب ار جي بتكبسها كلياتها تمام. بدي بالسويتش هيدا رقم واحد طلع البطاريه بعدها جديده. هلا انا فكيتها بس هيك يعني اشوف شو الفكره يعني شو البي ام اس يعني ليه ما عم تشتغل. بغض النظر رسالتي هي للزبون شو هي ان انت ما تسترخص يعني انت اذا لقيت البطارية اغلى ما عند غيرك بخمسين دولار مية دولار صدقني لا تسترخص. اذا كانت البطارية عم تاخده هلا انا مثلا كشركة انا عم باخذ من شركة فلسطين تمام اخذ رح يعني اجى واحد اشتراها من عندي صدقا بالله والله اخذها من عندي اشتراها حطينا على البطارية خمسين دولار اخذ الزبون. عم بحكي لك جد والله لا سامحني اذا اكثر من 50 دولار اخذ الزبون راح الزبون ركبه هو زبون عندي تكنيك بركب اخذه راح ركبه وصل مع الفيليسيتي ما عطت قراءه يعني هيدي هون ما عطت قراءه. هي بالعاده بيطلع هيدي بي ام يعني هي الليثيوم فوق بيطلع الكابل الكوميونيكيشن تمام بصير بتقرا برسنتج البطاريه. هلا البطاريه ما بتقرا يعني كل حدا بيقرا بيعرف انه كيف القراءة بيعرف او مثلا ها هلا بقول لك هيدي اللي اقول لك اياها شوف برسنتج صفر ما في برسنتج كابل كوميونيكيشن ما في يعني حتى لو شلت هيدا ها انا رح اشيل لك هيدا هون لانه يمكن يطلع لي حدا ويقول لي هيدي ميت البطاريه اوكي والدبل سويتش مرفوع رقم واحد هيدا ونحط هيدا كمان ها وهيدا كمان عم نحطه هيدا الكابل حطيناه من هاي الميله برسنتج صفر اوكي هيدا الكابل. فالمهم باختصار
عادي مبيع، حطيناها 50 دولار هالبطارية. راح الزلمة فتح معي فيديو قال لي لك يا أحمد البطارية ما قريت برسنتج. أنا استغربت، فتح معي فيديو بدل الكابل ما بدل، يعني بدلنا ما مشتغلت، عمل هيدي عمل هيدي عمل هيدي كله ما اشتغل البطارية. شو بدك يعني أقول له أنا؟ قلت له أعطيني شوية وقت، أخذت من عنده شوية وقت ورحت وصلنا مع الشركة. الشركة شو بتقول لك؟ جيبها لعنا. طيب كلمة جيبها لعنا الشركة شو معناتها؟ يعني أنت بدك تنزلها من طابق ال 11 وتاخذها للشركة مشوار نص ساعة. طيب عملية التنزيل وجايبانها وهيدي التكلفة كلها، أنت بتقول أنا مستعد أحط 100 دولار 150 دولار ولا أنزل البطارية وأرجع أرجع البطارية لعند الزبون، صح الحكي؟ أوكي. ما قادرين نصلحها عند الزبون، انا ذمه ضميريا شو قلت له؟ جيب البطاريه او بالشي بعتنا له انفرتر بداله، قلنا مشكله بالانفرتر، الانفرتر ما طلع فيه مشكله. رجعنا قلنا له جيب البطاريه لعنا، رجعت فتحت وحده بالصندوق جربت له اياها عندي هون بالشركه، قلت له خذ البطاريه ورجع جيب البطاريه الثانيه تمام. فتخيل نحن اذا نعمل ولدنت حرام مع الزلمه لا سمح الله، جينا ركبنا البطارية، زبون ما بيعرف انه ما عم تقرا الكوميونيكيشن، بس ذمة ضميرا ما بيصير، لأن يعني تعتبر صار مال حرام. ذمة ضميرا قلنا له للزلمة يا التكنيك اللي بيجي لعنا الزبون، خذ البطارية هيدي شغل له اياها للزبون، شغل له اياها برسنتج 100% ورجع جيب لي البطارية. طيب أنا اللي بيجي بحارجني على 50 دولار أو 75 دولار على البطارية عم بحط عليها. طيب هلا هيدي أنا بدي أروح على الشركة لحتى يصلحوها وبدهم اجرة سيرفيس كمان، تخيل بغض النظر ما بدهم اجرة سيرفيس. طيب انا اليوم فتحت البطارية ونقلتها وراح ورجعتها، هيدي كلها على حساب مين؟ حسابي انا، مش على حساب التكنيك ولا حساب الزبون. فانا بس يعني قدر الامكان قدر الامكان الزبون، بس حاول صدقني لا تسترخص، اشتري باماكن انت موثوق منها، في عالم خير وبركة كتير، اشتري باماكن انه انت تكون واثق منها تمام، ولا تخلي مين ما كان يركب لك. مش عم بقول لك انا تعال ركب عندي، لا تفهم الموضوع غلط، بس لا تخلي مين ما كان يجي يركب لك، خلي حدا يركب لك يكون ذو ثقه تمام، وفي عالم كتير وناس خير وبركه. بس انا عم بعطيك هيدي تفاصيل، بطاريه بعدها جديده وهيدي 17.5 تمام، هيدي 17.5 وهيدي الكابل قد ايه صرنا عم نحكي؟ صرنا عم نحكي دقيقتين وهيدي الكابل موجوده. طلع برسنتج صفر. هاي اذا ركبت عندك وبعدين بدك تبدل بي ام اس بدك تكلفك 250 دولار، المينيموم 200 دولار. طيب مش حرام؟ وبتقول لك الشركه في كفاله، طب في كفاله اوكي ما اختلفنا، بس مش من اول ما نفتحها من الصندوق يكون مش شغاله. وهيدي اللي صرنا عم نحكي عليها هي زائده، وهيدي الكود وهي الباركود وهيدي كلياتها، يعني بدي اروح على الشركه بس هيك بدي احط على عينهم وحده انه هي صارت ثاني مره. والله بطاريتين تحملنا مسؤوليتها نحن، عرفت؟ وبطاريه عملنا سيرفس عليها كلفتنا 75، وهلا هيدي البطاريه الرابعه صارت متتاليه تمام. فاي حدا ما بيطلع عنده قراءه البطاريه، انا فكيتها بس عباره عن حب المعرفه، لاني ما قادر ابدل بي ام اس، ما عندي بي ام اس، حتى انت ما فيك تبدل بي ام اس يعني كتكنيك، انت يعني اذا جبت حدا انت كتكنيك يجي يبدلك بي ام اس، ما في يبدل بي ام اس، يعني البي ام اس بيجي من عندهم بده يتبرمج، بده ينحط على سوفت وير انه هيدي الخلايا قياسها كذا، البطاريه قياسها كذا تمام. ففي البي ام اس بيجي بده يتبرمج عندهم على السوفت وير، فحتى انا ما اقدر اجيب بي ام اس، اذا جيب بي ام اس بدي اجيبها من عندهم من طرفهم، لان هنا بده يبرمجوا البي ام اس، في له سوفت وير بده ينزل سوفت وير عندهم. فتخيل انت بده يبدل بي ام اس بده يرجع يمكن يبدل لك الفيش اللي موجوده هون. فهيدي اللبكه مين بده يتحملها؟ اللبكه هيدي كلها بده يتحملها التكنيك، او اذا كان التكنيك زلمه ادمي بده يرجع يقول لك ما اشتغلت البطاريه روح راجع اللي انت اشتريتهم، او اذا هو اشتراهم بده يروح يراجعهم. وبالنهايه مين عم بتلي فيها البطاريه؟ عم بتلي فيها التاجر اللي عم بيشحن او اللي عم ببيع. اوكي، فهيدي هي الفكرة كلياتها، مع احترامي للجميع وبتمنى ما حدا يفهم الموضوع غلط، نحن عبارة عن عم نودي المعلومة بشكل صحيح وعلى أرض الواقع، وعم نحكي شيء ملموس
مش شيء غلط، وما عم نقول الشركه ما بتسوى انتبهوا، بس عم بحكي انا كشركه هي ما بتقدر تتابع موظفينها، عندهم موظفين بالالافات مثلا ما بتقدر تتابع موظفينها، فتخيل انه بعد البطاريه جديده ومش عم تقرا. تمام، قراءه كثير ضروريه وكثير مهمه للانفرتر. مع تحياتي للجميع، وبتمنى الموضوع ما ينفهم غلط بس، وشكرا.